الخوت الخواتات، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم غادي نتكلموا على مكاسب قضية الصحراء المغربية في الولاية الأولى ديال تبون. كما كنعرفوا جميع، نهار السبت غادي نشوفوا انتخابات رئاسيه جديده في الجزائر، وذلك بعد ما سالت الولايه الاولى ديال تبون. هاد الهضره طبعا ديال بوصبع والاعلام الزعايتي، ولكن الاحرار عارفين وحتى احنا عارفين باللي العسكر غادي يجدد الثقه في عمهم حاشاكو، هو اللي غادي يكمل خدمته كواجهه للنظام العسكري، النظام اللي خلق مشكله الصحراء المغربيه هذه عشرات السنين. ولكن في هاد الولايه الاولى ديال تبون، يعني من 2019 لهنا، قدت بلادنا تحقق مجموعه من الانجازات الدبلوماسيه في هذا الملف، واللي طبعا قرب يسالف مره. تبون حاول ينزل خطه النظام العسكري الجزائري. هذه الخطه كانت بعنوان انعكاسنا، وتصرفت فيها فلوس بالقناطر. علاش؟ قال لك حيتاش بغاو يديروا العصا في الرويضه فيما يخص مصالح المملكه المغربيه. والنتيجه من هذه المعاكسه هي يبقاو الجزائريين ملاهيين غير مع بوليخاريو وناسيين الحقوق ديالهم، وكذلك خايفين بلادنا تستغل جميع الثروات الطبيعيه اللي في ارضها ونوليو احسن منهم. والحقيقه اللي معروفه في العالم كامل هي اننا احسن منهم في كل شيء، من ابسط الحوايج حتى لاكبروها. وسياسه المغرب قدت تخلي تبون ولي معاه بيداليو في الخوه. ودابا ندوزو نشوفوا ابرز الانجازات المغربيه في قضيه الصحراء، وذلك في الاربع سنوات وثمانيه الشهور اللي داز، او ما يسمى بالولايه التبونيه الاولى. من نهار جابوا تبون وحطوه في الرئاسه في سنه 2019، وقنصليات العالم كتفتح وحده مور وحده في الصحراء المغربيه. في نفس الشهر اللي بدات فيه رئاسه تبون للجزائر، فتحت جمهوريه جزر القمر القنصليه ديالها في مدينه العيون، وذلك في دجنبر 2019. وفي يناير 2020 تفتحت قنصليات كل من الغابون وافريقيا الوسطى وغامبيا وساو تومي. وفي فبراير 2020 جاو دول كوت ديفوار وبوروندي وجيبوتي. وفي مارس 2020 تفتحت قنصليه ليبيريا. وفي اكتوبر 2020 تزادوا ثلاثه دول اللي هما زامبيا وغينيا الاستوائيه ومملكه اسواتيني. وفي نوفمبر 2020 جات الامارات العربيه المتحده. وفي دجنبر 2020 تزادت البحرين وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه وكذلك هايتي. العام الاول ديال تبون سالا، ولكن فتح القنصليات في الصحراء المغربيه ما سالاش. في مارس 2021 تفتحت قنصليات الاردن والسنغال في ابريل 2021، ومالاوي في يوليوز 2021، والسيراليون في غوشت 2021، وقنصلية غينيا بيساو في اكتوبر 2021. الايام كدوز والمغرب كيزيد في تحقيق الانجازات. في مارس 2022 تم افتتاح التمثيليات ديال دول الشرق الكاريبي واللي كتضم سبعه دول اعضاء، وزيد عليهم سورينام في ماي 2022، والطوغو في يوليوز 2022، والراس الاخضر في غوشت 2022، اضافه لدوله غينيا في يوليوز 2023. وتشاد فتحت التمثيليه ديالها في الداخله غير في الشهر اللي داز. اللهم بارك وزيد في ذلك. الانجازات المغربيه ما وقفتش عند فتح قنصليات دول العالم في مدن الصحراء. بلادنا خلت دول العظمى تعترف بمغربيه الصحراء، ودعم اقتراح المغرب لحل هذا النزاع. ومن ابرز هذه الاعترافات كاين الاعلان ديال البيت الابيض اللي قالوا فيه باللي الولايات المتحده الامريكيه تعترف بالسياده المغربيه على كامل اراضي الصحراء، وذلك كان في دجنبر 2020. وتبعتها مجموعه من الدول الاوروبيه وعلنت على دعم فكره المغرب. ومن بين هذه الدول لقوا المانيا وهولندا، بلجيكا وقبرص، لوكسمبورغ والمجر، ورومانيا والبرتغال، إضافة لصربيا. هاد الاعترافات كانت مهمة بزاف، ولكن الاعتراف الأهم جاء من عند المحتل السابق لمنطقة الصحراء. نهار خرجت إسبانيا وقالت باللي كانت محتلة أرض مغربية، النظام التبوني خواولو الركابي. ومع ذلك كملوا في هدرتهم الشينا والهدرة الخاوية، كل مرة يخرجوا يهدروا على بوليخاريو. وقال لك فرنسا عندها ركيزة صحيحة في أوروبا وما معترفاش بالصحراء المغربية، حسوا باللي ماما هم معاهم وفي جنبهم. ولكن بفضل السياسة المغربية فرنسا خربقت الأولاد هذا الميموار، اعترفت بالصحراء المغربيه صحه على يماها. هنا النظام العسكري ما عرف باش تبلى، او حتى الام قلبت وجهها، بداو يحسوا باللي التراند هزهم وكمل طريقو. مشاو تجمعوا بيناتهم كما العاده، وذلك في البار ديال المراديه، وتم خرجوا بفكره طارت مازا. واخا الصحراء فلتت، ولكن الشعب الجزائري ما خصوش يفلت. تما بداو يدريسيو الاعلام ديال بلعاني. دريساج عباره على كلمه وحده كتعاود ملايين المرات. هاد الكلمه هي لكدوب لكدوب لكدوب. اهم حاجه هي الشعب ما يفيقش، وعليها ولاو السياسه بومدين. ما كاين غير خلق المؤامرات ولكدوب لكدوب لكدوب. ومع ذلك التران مكمل المسير ديالو، اي حاجه وقفت في طريقه كيبزط يماها. هذا من جهه، من جهه اخرى
الصحراء المغربية دارت فيها مجموعة من الأوراش والمشاريع الكبيرة اللي غادي تخلي دول أخرين تعترف بالحقيقة. فمثلا المبادرة الأطلسية اللي بدأت في التاليد سنة 2023 واللي غادي تخلي دول الساحل الغير ساحلية تدوز للمحيط الأطلسي، ومن بينها الدول لقاو مالي والنيجر بوركينا فاسو والتشاد. هادو واجدين باش يلتحقوا بهاد المبادرة في المستقبل القريب. ومرة أخرى نقول اللهم بارك وزيد في ذلك. في الوقت اللي الدبلوماسية المغربية مستمرة في تحقيق أهداف استراتيجية في ملف الصحراء، الدبلوماسية الجزائرية في عهد تبون دارت حاجة واحدة واللي هي البروباغاندا الإعلامية من أجل تصوير صحاب بن بطوش في دولة برانية والترويج باللي هاد التصاور عبارة على نجاح في قضية الصحراء. وما ننساوش باللي هاد البلبالة كيسبقوها مصاريف بالملايير، وذلك على سفر بوبويات البوليخاريو لمختلف دول العالم. هادو فلوس الشعب ولكن الشعب ملاهي. والدليل الآخر اللي كيبين باللي الدبلوماسية المغربية نجحت في عهد تبون هو الإشادة الدائمة من طرف مجلس الأمن على رغبة المغرب في التعاون ديالو مع الأمم المتحدة باش يتحل ملف الصحراء المغربية، وكذلك الإشادة بتنمية المنطقة، وزيد عليها مشاركة سكان الصحراء بكثرة في الانتخابات المغربية. وفي المقابل الجزائر وبوليخاريو مستمرين في الترويج على أن المنطقة فيها الصداع والروينة، راكم عارفين إعلام التصاور بقيادة شين الريحة. أما على مستوى مجلس الاتحاد الإفريقي شفنا المغرب كيفاش سجل مجموعة من النقاط المهمة. فمثلا السياسة المغربية خلت الاتحاد الافريقي من الكيانات اللي ما معترفاش بها الامم المتحدة من المشاركة في المنتديات الدولية، الشيء اللي غادي يخلي بوليخاريو برا من اللقاءات الدولية الكبيرة. زيد عليها التوقيع ديال وزراء الخارجية ديال مجموعة من الدول الافريقية على نداء من اجل طرد بوليخاريو من الاتحاد الافريقي. وفي نفس الوقت الجزائر مستمرة في دبلوماسية التصاور والخطابات الخاوية في اعلام الكارتون. في سنة 2020 ناد تبون قال لهم جبت لكم فكرة جديدة وناجحة. او شنو هي هاد الفكرة؟ حقا يصيفطوا دوك الجوج قيوش اللي في دوار الخلا والقفار يبلبلوها في معبر القرقارات. قال لك يديروا احتجاجات بمبرر ان هاد المعبر غير قانوني وما كاينش في اتفاق وقف اطلاق النار، والهدف ديالهم كان هو يزيدوا الابعد نقطة ويديروا مخيمات على شكل شريط حدودي، وكذلك كانوا باغيين يسدوا المعبر باش ما يستفدش منه المغرب. ولكن التعامل الحكيم والذكي ديال المسؤولين المغاربة خلى هاد المناورة ديال الجزائر تولي نجاح كبير لبلادنا. المغرب اعلن على عملية عسكرية في القرقارات وذلك من اجل تأمين التنقل المدني والتجاري في المنطقة. وداك الشيء اللي كان دوك الجوج قيوس سمعوا جوج قرطاسات سمحوا في صناد لهم وشدوها جرا، ما وقفوا حتى الغيران ديالهم، والطريق ولات مأمنة والمعبر ولا عبارة على مدينة صغيرة فيها كاع الحاجيات الضرورية بحال الجامع والوطيل والمحلات التجارية. وباش ما يتعاودش هاد التبرهيش بلادنا دارت السور الرملي في المنطقة العازلة بين المعبر المغربي ومعبر النقطة 55 الموري، وذلك من اجل التامين النهائي لحركه المرور في طريق القرقارات. هذه الخطوات خلات دوار الخلا والقفار يخرج من اتفاق اطلاق النار. تقول انت عندهم السلاح ساوي بصله، العربون بان نهار قربوا للحداده، درون وحده فركتت لوالديهم العش، ودابا كيسمعوا سميه القرقارات قلبهم كيولي يضرب الف في الثانيه.